السلام عليكم. نختتم وإياكم أصدقائنا سلسلة فيديوهات النسيج الغضروفي بالحديث عن نمو الغضاريف وتجددها، بادئين بالنمو الغضروفي. ينمو الغضروف من خلال تمدد وتوسع مطرقه بطريقتين: النمو المثاقب والنمو الخلالي. ينتج النمو المثاقب عن تمايز الخلايا الجذعية الموجودة في الطبقة الداخلية للسمحاق المحيط بالغضروف إلى خلايا بانية للغضروف تقوم بدورها بإفراز مكونات المطرق وتتحول تدريجياً إلى خلايا غضروفية، وبالتالي تشكل طبقات غضروف جديدة تحيط بالطبقات الغضروفية السابقة بدءاً من السمحاق، فهو يتطلب بالضرورة وجود سمحاق. يحدث النمو المثاقب في الأنواع الغضروفية الحاوية على سمحاق الغضروف، لذلك فهو لا يحدث في الغضروف الليفي أو في الغضروف المفصلي. أما بالنسبة للنمو الخلالي فهو يعزى إلى الانقسام الفتيلي للخلايا الغضروفية الموجودة أساساً ضمن المطرق وإنتاجها للمطرق الغضروفي، يحدث في المراحل المبكرة من تشكل الغضروف، كما أنه يحدث في الصفائح المشاشية للعظام الطويلة، ويحدث أيضاً في الغضاريف المفصلية. ننتقل الآن للحديث عن التجدد الغضروفي. يجب أن نعلم أن غضاريف الأطفال تكون في حالة تجدد مستمر، وأن غضاريف البالغين تتجدد ببطء عن طريق نشاط الخلايا الجذعية في السمحاق الغضروفي. وأخيراً، في حالات الإصابة الشديدة، فإن سمحاق الغضروف عند تجديده للغضروف قد يقوم بتشكيل ندبة من نسيج ضام كثيف. وصلنا إلى ختام سلسلتنا عن النسيج الغضروفي. نأمل أن تكون الفيديوهات عوناً لكم في دراستكم. دمتم بألف خير.